خالص والله يا رئيسة، مش القصد. انا حتى كنت قاعد بره على باب المخزن. يا راجل، طب روح بقى ولع النور بتاع المخزن كله كله كله. ايوه يا اخي، انت مالك؟ انا اللي بدفع الكهرباء، روح نور النور. امر. اللهم صل على النبي. ايوه كده، البت الصحفيه كلامها موزون وعين العقل يا رجب. ايه رايك في النور يا ولا؟ النور حلو، النور حلو وجميل برضه يا ريسة. النور بيبقى احلى واحلى ما يبقى في الحق مش في الباطل. ايه رايك يا ولا؟ والله بعد رايك مفيش راي تاني. يعني موافق يا ريسة؟ المكسب مضمون والخساره مش هتاذي حد لا قدر الله لو حصلت. ده لو كسبنا. يا ريسة انتي كسبانه كسبانه ان شاء الله. في حد يبقى عايز يعمر خرابه وما يبقاش كسبان؟ قول يا رب. يا رب. عارف يا ولا رجب، نفسي اشوفك باشا قد الدنيا كده ومالي مركزك، والناس ترجع تندهلك باسمك الطبيعي عادل، وتعيش حياتك اللي انت ما عشتهاش. وهطلقك يا جزمه. وهجيب لك بنت سنيوره صغيره كده على قدك تتجوزها، اجوزك وافرح بيك. نفسي اربي لك ولادك يا رجب. الله، ده حلم جميل قوي يا ريسة. بس حلم وماله، ما لازم نحلم. بس الغتاتة بقى انك تكون بتحلم حلم حلو قوي ويخش عليك حد غتة يصحيك منه. بس ان شاء الله الحلم ده هيتحقق يا رجب. عارفه رئيسة؟ ايه؟ لا مؤاخذه يعني، انت لو كنت اخف من كده شويه كنت خدتك على دراعي ولفتك اللفه بتاعت السيمه ورحت واخدك شقلباز وجايبك على دراعي التاني. شقلبوك ما قمتش ولا تعادلت. ما انا خفيفه يا ولا وزي الفراشه اخف منك. والراس يا اخويا واللف والدوران ده ياما عملته. الصلاه على النبي. كان زمان بس السابقه للنبأ. بما انك بقى كده مزفلط ومحفلط ودهل لي بنزين وفازلين، شكلك كده رايح تتسرمح يا رجب. بنزين ايه وفازلين ايه يا ريسه؟ ايه الكلام ده؟ وعزه الله سرمحه بريئه. لغايه ما هناك بس هروح اقعد مع الرمم شويه على القهوه وبعد كده هخش السيمه. ولا اوعى. احترم نفسك يا كبيره. يا قمر انت حر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ابي يا واد، ما تخليك قاعد معايا النهارده. ايه يا ريسه شغل اللي متجوزين ده؟ الله، خليك معايا واقعد معايا وبتوحشني. وفي ايه؟ خلاص، ايه ماسوره وضربت في بقك؟ ما تقعدش. وما انك بقى راجع وش الصبح بعد السرمحه دي، تعدي على الجرنان تروح للبت الصحفيه تقول لها ان انا عاوزاها وان انا خلاص هنفذ. ماشي. السلام عليكم يا اصيله ابو القمصان. سلام يا حبيبي. رجب خلي بالك من نفسك يا ولد. كله على الله. ولاد الايه؟ نسوان، انما ايه؟ زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصه عشان يطلعوا الكبت اللي جواهم. شكلهم على السرير ايه؟ تحفه. ادي اللي انت فالح فيه. انا عملت اللي عليا. شوفي بقى انت هتعملي ايه؟ دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز. لازم نرمي المفعصه والمضروبه واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا انا شاغل مخي في اي حاجه تخطر على بالك الا دي. الخطوه اللي جايه صعبه عليا. مستحيل. انت مش هتعمل حاجه. امال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفه قديمه، صحفي من قبرص. المهم تكوني ماليه ايدك منه. طبعا ماليه ايدي، ما هو من النوع بتاعك. بس قبرصي وبيقبض كمان. بس انا هفضل بعيد، ماليش دعوه. عاوز اقول لك حاجه، ملك الغابة مش هو الأسد. ملك الغابة يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الأسد. والجورنال اللي أنا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. We'll be right back.
البيت دي مش معقوله. اوطان وناس عايشه في فلع بحار نرجع للنهار. ياما ياما ناس في الدلع، ياما ياما ناس في الدلع بتغني للاوطان وناس عايشه في فلع بحار نرجع للنهار. دوله الهاجر كانت تزرع حد ما هيش دوله الهاجر انسان يجمع حد يقلب على طول اتفقت مع التاكسي ووصلك في سكتي. لا يا حبيبتي انا قاعده شويه يا دوبك خلص السيجاره بتاعتي. يبقى خلي بالك وانت خارجه. ها ماشي عشان الجو بره ساقع قوي. ما تقلقيش. صباح على خير يا كروانه. انت من اهل الخير. الشغل مش عندك بلاش منه. انت تقعدي في البيت وانت ست الستات واي حاجه في الدنيا تكون عندك من قبل ما تطلبيها. بس والنبي بلاش عياط والنبي. اوعي تقولي كده تاني. اوعي تقولي ما فيش شغل. انا لا عايزه ابقى ست الستات ولا ست الملوك يا ستي. انا عايز الشغل. انا ما اقدرش ابعد عن الناس وهي فرحانه وما اقدرش ما يبقاش في شغل. وانا كنت احلم أحلامي مبسوطة أشوف نزالي شفتها للادي. أنا بقيت خمس نجوم. أول مرة في حياتي أشوف الناس بتسمعني وهي بالسلطة. ربنا يباركك ربنا يبارك لك ويسترك زي ما سترتيني. وقت الستر نفسه اللي هيخلق بيا. معلم رجب بمصر. هدوم العز يا اغلى فرخ في المنطقه. بس احنا عاوزين نفرح معاك. وايه المناسبه بقى يا معلم فتحي؟ من غير مناسبه. الله، هو يا جدعان